الو، فرويت ميك باين سوسان تحياتي، انديزا في ريان لارو. سعيد جدا بوجودي معكم عبر قناة الأهلي، أهلا وسهلا. اهلا بيك. طيب، بكره غدا ان شاء الله مباراه ستجمع بين الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للانديه. كيف ترى اهميه هذه المباراه وقيمه المباراه على المستوى الفني؟ Ja gut, Bayern München ist der klare Favorit. Ich بالتأكيد denke, das ist eindeutig. بايرن ميونخ هو الفريق المرشح الأبرز من وجهة نظري. مباراة مهمة، مباراة قوية غدا بالطبع، فإنها مباراة قوية جدا. طيب، هل تعتقد تأخر بايرن ميونخ في الوصول إلى كأس العالم للأندية بسبب بعض ظروف الطيران، بالإضافة إلى خوضه مباراة أخيرة أمام هيرتا برلين في يوم الجمعة الماضية وعنده مباراة يوم الاثنين، ضيق الوقت وتأخره في رحلة السفر، هل دي أمور ممكن تعمل معوقات أو تأخير لفريق البايرن في الاستعداد لمباراة الأهلي كحالة استشفاء أو تجهيز لمباراته أمام الأهلي؟ لديك عندك حق بالطبع، هذا التأخير كان أمر صعب للغاية على الفريق البافاري في مطار برلين، وفعلا الاستعداد لم يحظى بالوقت الكافي وسوف يكون مكثف في هذين في اليومين، أعتقد ذلك قد يؤثر بشكل أو بآخر، ولكن الفريق البافاري قد يفعل من أجل التحسين ويستعد بشكل أفضل في هذين اليومين. كيف يتعامل المدربون مع هذه الظروف المعاكسة قبل هذه المباريات الكبيرة؟ هانز فليك كيف يتعامل مع هذا الموقف؟ هذا الموقف بالنسبة لهانز فليك هو موقف طبيعي عادي قد مر عليه من قبل، وأعتقد أنه سوف يتعامل مع الأمر بكل هدوء ويأخذه بشكل إيجابي، مما يجعل لاعبيه في أعلى مستوى ويكون على وأعتقد أنه يتابع الدوريات في الدول العربية ويفهم ذلك جيدا، فأعتقد أنه سوف يتعامل بشكل جيد جدا مع الموقف ومع الاستعداد للمباراة. البعض تحدث على أن فريق بايرن ميونخ قد يغير طريقة اللعب أو أسلوب لعبه في مباراته مع النادي الأهلي وقد لا يدفع بالتشكيلة الأساسية مع بداية المباراة، هل تتوقع ذلك؟ وإذا كان هناك فرصة لذلك، ما هو الأطر أو الطريقة الفنية اللي ممكن يبدأ بها هانز فليك مباراته أمام الأهلي؟ أنا أعتقد أن هانز فليك سوف يبدأ ببعض اللاعبين الأقوياء الأساسيين وسوف يعطي الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين لكي يخلق هذا التوازن، ولكن سوف يبدأ من وجهة نظري بتوماس مولر وليفاندوفسكي ويعطي الفرصة لآخرين من أجل إراحة بعض العناصر الأساسية. قد يحدث ذلك من وجهة نظري وقد لا يحدث، ولكن في الأغلب سوف يبدأ بالعناصر الأساسية. طيب، كيف ترى الكرة المصرية خاصة النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا واللي بيشارك في كأس العالم للأندية للمرة الستة؟ هذا إنجاز رائع للأهلي. النادي الأهلي فريق معروف، فريق رائع، فريق قوي، فهو بطل أفريقيا، وهذا الفريق يمتلك لاعبين جيدين جدا ويحظى بأهمية كبيرة، وهو حاصد للبطولات مثله مثل بايرن ميونخ بالضبط. طيب، من وجهة نظرك نسب الفوز، طبعا هي المباراة لازم تنتهي بفوز أحد الفريقين حتى إذا لجأوا إلى الإكسترا تايم أو ركلات الترجيح، لكن نسب فوز النادي الأهلي أو نسب فوز بايرن ميونخ؟ سؤال جيد، ولكن عندما أنظر إلى الإحصائيات وفي الأعوام الأخيرة، في العشر أعوام الأخيرة، نرى أن البايرن ميونخ فرصه أكبر، فإنه قد شارك في مباريات كثيرة ونهائيات كثيرة في بطولات مختلفة. هي مباراة رائعة من وجهة نظري ومباراة عظيمة. الأهلي فريق جيد وسوف يفعل شيء أمام البايرن ميونخ. الأهلي فريق قوي وقد أثبت ذلك في هذا العام وفي الموسم الأخير أيضا. لا أتوقع النتيجة بعينها، ولكن أرى أنها ستكون مباراة قوية من الجانبين. طيب، عايز أسأل سؤال أخير متعلق بأداء الفرق الألمانية
مع المنتخبات والأندية العربية أحيانا بتشهد هذه المباريات ندية قوية، خاصة الأهلي قبل كده لاعب فريق البايرن مواجهة ودية سنة 77 والأهلي فاز، مواجهة ودية من حوالي 8 سنوات والبايرن فاز بنتيجة 2-1. على مستوى المنتخبات الألمان حتى في مبارياتهم مع المنتخب الجزائري كان بيبقى فيها ندية سواء في العصر الحديث أو حتى في كأس العالم في الثمانينات. هل تتوقع أن ممكن مباراة الغد تشهد ندية ما بين النادي الأهلي والبايرن، أم وجهة نظرك ممكن المباراة يكون لها حسابات أخرى؟ لا 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 أقارن ولا أساوي من وجهة نظري بين المباريات الودية والمباريات الرسمية في هذه في كأس العالم على سبيل المثال، فهنا فرق كبير جدا بين اللقاءين من وجهة نظري وما بين المسابقتين، هذه ماتشات ودية وهذا ماتش رسمي، فأعتقد سوف يكون اللعب أسرع وأقوى لأن كل فريق لديه طموح للفوز، ده أنه لقب وليس مباراة ودية. مستر راينر مورر المدرب الألماني ولاعب بايرن ميونخ السابق والمدير الفني السابق لميونخ 1860، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وكان رأي فني مهم جدا بالنسبة لفريق البايرن قبل مواجهة الأهلي غدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.